السلام عليكم ورحمه الله. متابعين جريده جبير، اليوم كنتواجدوا بمدينه سلا، انفجار قنينه غاز من نوع صغير في مدينه، يعني في حي من احياء مدينه سلا. غناخذوا واحد الحوار من احد احياء، من احد ابناء حي مولاي اسماعيل، يقولنا اشنو وقع هنا في حي مولاي اسماعيل. تفضل الاخ. السلام عليكم. كنشكر جميع السلطات اللي سهرين ليل ونهار على الحمايه ديالنا. اش غادي نقول لك، كنا مريحين مع علينا بن بينا مع وليداتنا، جالسين متكيين مع راساتنا، حتى شويه كنسمعوا واحد الانفجار اللي خلانا كلنا مخلوعين. ولادنا بقاو تيبكيو، ملي طلعنا من الشرجم تنتفاجئوا بقنينه صغيره مفرقعه، قنينه ديال الغاز النص ديالها طاح هنايا والنص ديالها راه طاح تقريبا بواحد 6 كيلومتر ولا 7 كيلومتر ديال البعد ما بيناتهم. وهادشي اللي ولينا كنشوفوا في هاد العام الاعوام الاخيره، ولينا دايخين فيهم. السلطات عياو مساكن ما يدابزوا، السلطات عياو ما يحيدوا في العوافي، عياو ما يطفيو البومبيه، عيات ما تخدم. ما فهمناش شنو هاد الناس هادو اش غادي نديروا معاهم. حنايا كان بصيفتي انا كنهضر على حي مولاي اسماعيل رقم دار 1735، هاد الشارع انا كنهضر على الشارع ديالنا حنا، كنهضر على ولاد حومتي. الغيره كتجيني على ولدي الصغير، كتجيني على بنتي الصغيره، كتجيني على هاد السيد، كتجيني على الغيره، كتجيني على كلش. لو كان طاحت هاد الطرف هذا على اي واحد غيولي مسكين في ما يوم ولا ونوا، غتقدر تجيه شلال النصف، غيقدر يجيه العمى، غيقدر يجيه بزاف ديال الحوايج. هادي راه ماشي سهله باش تطيح بواحد المسافه اللي شوف دير الفوق، دير الفوق، تشوف الجهد باش هبطت. راه هابطه من واحد المسافه اللي ما تصورهاش. هذه لو كان طاحت على اي دري صغير او اي راجل كبير غيولي في ما يوم ولا ونا، شال النصفي، عمى، اي حاجه تقدر توقع عليه. وكنطلبوا من الله تعالى يدير لنا الخير، ونطلبوا الله تعالى نشوفوا اشنو من هنا لقدام اشنو غيكون. انا كنقول للسلطات بحال هاد العائلة هادو مولاهم يستاهل 10 سنين او لا 15 عام. ما بغيناش نبقاو نشوفوا بحال هاد الجرائم. هذه راه جريمه، هذه راه جريمه في حق الاطفال، في حقنا حنا، في حق الناس الكبار. هذه كتسمى جريمه، هذه ماشي كتسمى عاشوره او لا لعب، هذه كتسمى جريمه. وشكرا لكم. واخا بغينا نعرفوا، جينا حنا نصوروا هنا، حبسونا بعض المواطنين. المواطنين اللي حبسوك هذاك الشيء انا ما كنتدخلش فيه، هذاك الشيء كيبقى لهم هما. علاش حبسونا ذاك المواطنين؟ حبسوهم هما، خافوا على راسهم، خافوا، قالوا ما ربما نهضر اولا شي حاجه، تقدر طرا لي شي حاجه، تقدر يتابعوا قضائيا، تقدر. ولكن بهذا الشيء هذا ما عندهم، ما كاين لا متابعه لا والو، راه خلعه هذه راه كارثه هذه. انا دابا كنهضر وكلي كنترعد، انا عندي جوج وليدات، عندي ولاد حومتي، عندي الناس الشياب، عندي ناس صغار. راه بالسيف ما نهضر بحال هكا، بالسيف ما تجيني الغيره. انا من الناس اللي عندهم الحرقه، ماشي بحال هذوك اللي تقول لك لا لا، انا عندي الحرقه على ولد حومتي، ما طاحتش على ولدي، طاحت على بنت جاري، غيبقى فيا الحال. انا هكا، الله خلقني هكا، وشكرا لكم كاملين. كما كنسمعوا مشاهدينا الكرام، يعني احنا جينا نصوروا هذه الواقعه اللي وقعات في حي مولاي اسماعيل. جا واحد المواطنين بغاو يحبسونا على التصوير باش ما نصوروش هاد الواقعة اللي وقعت هنا. كما كتشوفوا واحد من ابناء الشعب خرج وكيتظاهر وكيهضر على هاد الواقعة اللي وقعت هنا، ان واحد القنينة ديال الغاز طرقات من قنينة من نوع صغير تفرقعات حي مولاي اسماعيل. يا اخوان كاين شي واحد عطانا تصريح على هادشي اللي وقع هنا؟ كاين شي واحد عطانا تصريح على شي حاجة اللي وقع هنا؟ يعني جميع الناس ديال الحي خايفين، ما باغينش يهضروا على هادشي اللي وقع هنا. تما كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني تجمهر كبير ديال الناس اللي متجمهرين هنا، و حتى شي واحد ما باغي يهضر على هاد الواقع هادي. ما عرفتش علاش خايفين على تظاهره، ما عرفتش علاش. تما كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، سير ولدي هادشي اللي فرقة هنا، هادشي اللي طاح هنا في هاد المنطقة بالضبط، في مدينة سلا بالضبط، في حي مولاي اسماعيل في مدينة سلا. ما عرفتش علاش الناس متخوفين، ما عرفتش علاش الناس ما باغينش يهضروا على هادشي. هادي هي المنطقة بالضبط اللي وقعت في حي مولاي اسماعيل. انتما كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني الناس خارجين والناس مجموعين. مهدي هضرتي لهادشي؟ هضرتي. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني كاين ناس هنا مجموعين بزاف، تفرقعات بوطة صغيرة، شي واحد فرقع هنا بمناسبة ديال عاشوراء، ولكن الناس ما بغاوش يهضروا.
من غير هذا الشاب الشجاع اللي كما كيقول انه عنده واحد الغيره على حيمولي اسماعيل، على منطقه من مناطق سالا، عنده الغيره عليها انه قدر يهضر. والناس كاينين بعض الناس اللي في الاول من جينا منعونا من التصوير، قال لك لا ما عندكمش الحق تصوروا هنا، ولكن الحمد لله عندنا الحق تصوروا بجميع السلطات اللي حضرات، وعندنا الحق نصوروا هنا. هادشي اللي وقع هنا في منطقه حيمولي اسماعيل، ان شي واحد فجر واحد القنينه من قنينات الغاز الصغيره ومنعوها ان يعني تفجرات هنا في هذه المنطقه هذه، وتا شي واحد مقدر يهضر على هذه الفاجعه اللي وقعت في هذه المنطقه هذه من غير هذا الشاب الشجاع اللي قدر يهضر، اللي خاف على وليداته، دار الحيطه والحذر على وليداته انهم هادشي هذا ما يقدروش يديروه. الاخوان، واش كاين شي واحد اللي قدر انه يفجر قنينات غاز فهاد يعني في هاد الوقيته ديال عاشوره؟ يهضر قدر شي واحد يهضرنا على هاد على هاد الفتره هذه؟ هادو اللي تيديروا بحال هادشي راه خاصهم الحبس، راه خاصهم ما يبقاوش يخرجوا من الحبس. هادي راه كارثه هادي، عرفتي شناهي قنينه غاز؟ قنينه غاز تفرقع في وسط الغابه، ومن وسط الغابه تضرب واحد المسافه ديال 10 كيلومتر او 11 كيلومتر في السماء وتطيح هنايا، راه ماشي سهله. انا قلت كيف ما قلت قبيله، حنا كنشكروا جميع السلطات سهره الليلين ونهار باش يحميونا، السلطات البوليس، رجال الامن، رجال الاطفاء، الدرك الملكي، القوات المسلحه الملكيه، جميع، ولكن اخويا بحال هادشي هذا ما عمرنا شفنا. انا بعد اول خطره كنحضر لهذا الديكور هذا، انا قلبي دابا باقي كيترعد ملي ما جات بعدا حتى واحد في ولاد الحومه اولا في وليداتي فضل ديال الله تعالى. وكنشكروا جميع الصحافه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد ما حضرتش ما نقدرش بالمناسبه بالمناسبه حد القيشه ديال عاشوره، واش تقدرنا على هذا الشيء هذا؟ هذو خصهم من الحبس هنا. راه شوف، لا بالمباشر انا داير بالمباشر، واش تقدر تقول لنا على هذه المناسبه هذه؟ السلام عليكم. لا خليني نقدر نقول لك على هاد الناس خصهم اخي من 10 سنين للفوق. سمعتيني، خص هاد الناس هادو اللي داروا هادي تعتقلوا. وهادي راه ماشي هادي، مثلا كان جات لي في ولدي انايا ولا في ولد الناس ولا هادي، راه تقتلوا هاد القنينه هادي. وهادشي راه حرام اصاحبي. كاين بعض الناس اللي جينا هنا ومنعونا اننا نصوروا هاد الحاله هادي. علاش اخويا؟ علاش تصوروا؟ من حقكم تصوروا، بالعكس. علاش من حقكم تصوروا؟ بس السلطات يديروا خدمتهم ويشوفوا الناس شكون اللي فرقع هاد البوطه هادي. راه كلشي، كاين الناس اللي كاين المراه اللي حامله تخلعات، كاين اللي يقدر يطيح ليها بنادم، كاين اللي الدري صغير مسكين يتفزع، كاين راه رجال وتخلعوا. قال لك ديور تزعزعوا، راه حشومه سمعت واخا عطيني ما خويتش. كنت انايا كنت في الدار، واش تقام بلتي هادشي؟ والله الا الدار انا تزعزعت اقسم بالله. المستوى اللي سمعتيه هو مستوى كبير اصاحبي، راه الدار تزعزعت، الزنزال كاع جا وما دارش بحال هاد القنبيله اللي تقام بالذاب بزاف. واش حسيتي بواحد الرعب؟ واش وليدات؟ والله ماشي الدار كامله خرجت، ما عرفنا باش تبلينا، ما عرفنا قلنا هنا ما عرف شي حاجه الدار، قلنا شي حاجه هذه في وسط الدار. واش جينا قلنا درتي المنع اللي من حقك منعنا منه، اش كيبان لك في هذا الشيء؟ ودي الله يدي بنادم هذا الشيء هذا، ما اش نقول لك؟ هضرنا على هذا المشكل اللي وقع لك انت وليداتك، ملي سمعتي هذا الوطا كيفاش تفرقع لك؟ اخويا تخلعت بزاف ما نكذبش عليك، الدار كامله خرجت، انا وليداتي والوالده والوالد كلشي خرج، كلشي هرب. وربما ان البوطه تفرقعات بعيد على الدار. لا بعيده على الدار بزاف كاع. شوش تقدر تقولنا على هاد المناسبه ديال عاشوره وعلى هادشي اللي كيوقع في عاشوره؟ هادشي ما خصش يكون كاع، وهادشي كاع دوزنا حنا ما كانتش هاد البوطه كاع، الله يهدي بنادم وصافي. يعني انت ما متفقش على هذا؟ لا، متفقش على هادشي كاع. هذا راه باغي يقتل، ماشي باغي يدير عاشوره. هذا راه باغي يقتل شي واحد ينحي من الدنيا، ما يبقاش ياكل نعمة الله، ما يبقاش ياكلها. وشكرا لك. كما سمعتم مشاهدينا الكرام، يعني هذه هي الواقعة اللي وقعت هنا في مدينة سلا بالضبط في حيمولي اسماعيل. اش وقع لك يا ولدي؟ ها
هذا واحد التصريح ديال واحد الوليد صغير اللي ما عندناش حنا الحق ندوزوه في القناه. شنو وقع لك اولدي؟ تلاوحت من السداري. علاش اولدي تلاوحتي من السداري؟ حيت تلاوحت المقله. علاش اولدي علاش؟ علاش اولدي؟ حيت فرقعت البوطه وتلاوحت المقله من لينا. كيتسمعات كيتسمعات شي حاجه صعيبه؟ اه كيتسمعات؟ كما سمعتوا مشاهدينا الكرام، يعني هذا طفل صغير ما نقدرش ندوزو في القناه، يعني طفل هذا الاب ديالو كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. واش مسموح ان ولدك يبان؟ ما عنديش مشكل. كما سمعتوا مشاهدينا الكرام، هذا هو الابن ديالو، يعني ابن صغير هذا الاب ديالو كيقول لك ان ما عندوش مشكل ان ولده يبان في القناه. يعني دري صغير كيقول لك تسمع هذيك بوم الدري قفز من بلاصتو. كنقولوا ان السلطات تتدخل في هذه الاثناء هذه في هذه المنطقه ديال حيمولي اسماعيل. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام.